حبايب يا حبيبي. والدتي الله يرحمها كانت ست قوية جدا، كل بهيات بهية بيسلموا عليك. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. كل سنة وأنتم كلكم طيبين وكل الأمهات اللي في الدنيا طيبين. أنت حبيبتي ونور عناية يا ماما، وحشتيني قوي وبحبك قوي وقلب قلب 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 قلب. كل واحدة تعبانة ما تخبيش تعبها. لو منى ولا اي حد من الشارع قال لك تعالي اقعدي معانا ما تغنيش، اقول لها طب ليه يا ماما؟ تقول لي اسمعي بس الكلام، انا بخاف عليكي تتحسدي. الفرنساوي في بقك زي الملبن في خشم الحمار. العلاقة ما بين الابن وامه والعكس معجزة، معجزة الهية ملهاش تفسير. عايزة اقول لكل الامهات الموجودة كل سنة وانتم طيبين، وكل عيد ام وانتم منورين حياتنا. بتغني الفايزة يما القمر على الباب. هوبا تحفة. يما القمر على الباب نور قناديله. المرض ده مش عيب، واللي أصابني بربنا، وأي حد معرض إنه يصاب. تقول بقى أنا خلفت ثلاث ولاد، لو كنت خلفت ثلاث بنات كانوا جابوا لي ثلاث رجالة، لكن أنا خلفت ثلاث رجالة عشان خاطر ياخدوهم ثلاث بنات. يا رجعتوني الأيام ما كنت كده. طالعة في كل الفيديوهات بتاعت أفراح قرايبنا وأنا صغيرة بعمل حركة واحدة، ماما.